بتذكر في شيء كتبناه، يعني بحكي عن قصة وأنا بالشارع، ماشي بالشارع، إنه إشي زي هيك. شوف أحكي لك عن واحد كتير مشهور بالحكي، مفكر حاله شاطر كتير، أموره زاكي، إشي زي هيك، يعني إشي أي كلام يعني. وبتذكر واحدة كنت بحكي عن هموم نعيشها، إنه كيف إنه كشباب يعني بالأردن إحنا ومهمومين وعنا طموحات مش قادرين، مع إنه كنت صغير يعني. بتذكر هاي يعني. انت جرد غاز بتنفس كلامه نتنا بعد اخر تصدى صوت مسيلمة هنا هو سرقني وبكى سبقني واشتفى. معك سامر شخف، ملقب الاستاذ سام، تقدر تحكي من اوائل الناس البدو راب عربي. هسا انا كسام بالاول كنت مستمع للراب، يعني لما سمعت اغاني الراب حسيت الموسيقى تبعتها شدتني كتير، ما كنت بفهم فيها يعني، ما كنتش حتى اللغة تبعتي مش كتير يعني، كنت أسمع أغاني أجنبية بس مش فاهم شيء. فأنا بسمع خطر على بالي فكرة إنه ليش ما حول هذا الشيء لعربي؟ يعني أوكي الموسيقى موجودة والناس كلها عم تسمع بتهز راسها وهي مش فاهم شيء، طب ليش ما أنا أسمع الميوزك الأجنبية وأعمل عليها راب عربي؟ فهاي فكرة أول ما بديت يعني أكتب كلمات وإيش زي، كانت هاي الفكرة يعني. وأنا عمري تقريبا 13 سنة كان أخوي عنده كاسيت، سيديهات الكاسيت، كان يسمع الموسيقى الأجنبية بشكل عام. فمرة كان جايب أغنية راب معروفة كتير سمعتها هذيك الأيام، فلفتت كتير نظري الموسيقى تبعتها، طب ليش ما أنا أعملها عربي؟ هلأ بفهم، يمكن يكون غريب على كتار منهم، بس هو منتشر كتير علما. رح نحاول نعرفكم شو هي رسل الحرية. سام رح يقدم لنا أغنية راب عربي تحكي عن الشبكة. بترككم مع سام. يعني الراب هو اختارني مش انا اخترته، يعني انا يعني حسيت انه الشخص المناسب ان اكون في هذا المكان. فثقافه الهيب هوب والراب مش بس مجرد انه انت توقف وتغني، انت عباره عن صوت الشعب، انت بتمثل الصوت اللي مش مسموع. فلما فهمت الوضع صح وفهمت شو هو الراب وعرفت تاريخه الحقيقي، قلت بالضبط هذا انا، يعني هذا بيمثلني انا يعني. فكملت واستمريت وتطورت كثير من هذيك الايام لليوم يعني. طبعا يعني هسه حياتي كلها يعني، انا يعني شوف حياتي مصدر رزقي كليته من الفن ومن راب تحديدا، يعني خلص صار في الدم يعني. اشي هسه انت كلها عشرة عمر يعني، انت بتحكي انت بسنين طويلة صار اسلوب حياة. انت لما اول مرة طلعت غنيت فيها مثلا كويس، واول مرة كتبت فيها حسيت انه هذا هو مكاني، انا لقيت مكاني هون. وعملنا عروض كثير وسافرت كثير يعني، رحت على بلجيكا والنرويج وساوث افريكا ودبي ومصر ولبنان، ويعني اكثر من بلد رحت. عملنا عروض ايام ما كان يعني صعب جدا اصلا انك تطلع تعمل عروض تمام بدايه الراب. وغير هيك انه انا اشتغلت يعني اشتغلت اكثر من 8 سنوات في مجال تعليم الراب، ميوزك ثيرابي، دخلت الراب بالعلاج النفسي. اشتغلت مع المعاقين حركيا، الايتام، يافعين المخيمات، اللاجئين السوريين، دخلت معهم صرت اعلمهم كيف يعبروا عن نفسهم بطريقه الراب واعالجهم نفسيا. فتوسعت عندي الامور، بطل مجرد انه بس راب ويلا غني واطلع حفلات وغني اغنيه وزتها، ابدا الموضوع اكبر بكثير من هيك. وانا حبيت انشر الراب الحقيقي، يعني ايش كيف لازم الناس تسمع الراب، الراب الهادف اللي عنده رساله. شوف علي أرض جفتلنت هي فعلا النقطة أو الخطوة اللي بيّنت أستاذ سام وبيّنت الراب العربي والأردني تحديدا. أنا لما رحت هناك طبعا ممنوع إحنا نحضر بعض، بس أنا رحت خلفت الممنوع ودخلت بالعقل على المسرح من فوق، كان في مسرح، طلعت على المسرح وتخبيت وراء وقعدت أحضر اللي قبلية كله مرفوض كاد إكس إكس إكس، قلت أنا خلاص اتبهدلت يعني، انا حدخل هسه يعني انتهى الكارير تبعي. تخيل دخلت على المسرح لما كانت دخلت شخص خسران.
الناس ما بتصدق يعني. انا لما دخلت قال لك هذا يعني فايز مبين عليه داخل وقد حاله. لما انا دخلت بارض قد تالنت دخلت المسرح وكنت مركز على الجمهور تمام، وبدي اعمل شيء انا بحبه. ففعلا الحمد لله رب العالمين صار انقلاب يعني، انت فاهم يعني، وانا بغني وشفت التفاعل النفسية تبعتي زادت بالزيادة وعملت احسن ما عندي، والحمد لله لليوم الناس تحضر هذا الفيديو، لليوم الناس تحكي عنه يعني، لليوم يعني صار له 11 سنة لليوم. انا بصراحة اهم شيء بوصله للشباب انه انت اهم شيء لا تيأس وما تحبط، احباطك ويأسك هم راح يضيعوك. يعني الخمس دقائق اللي انت زعلان فيها راحت عليك، كنت مبسوط مشيت معاك، ما بتقدر ترجع بعقارب الساعة لورا. يعني انت حياتك وانبسط فيها، والأعمار والأرزاق بيد الله، انتهى الموضوع. فأنت كشاب عيش يومك وعيش حياتك وابعد عن الغلط بشكل عام وتوكل على الله، وعن جد يعني راح تكون كثير مرتاح ومبسوط وراح تروح لهدات البال. فأهم شيء أنت كشاب ابعد عن أي إشي بضر جسمك بضر مخك تمام. وأهم شيء أهم شيء منهم بحكي لك الهسة، أغلب الشباب بيعانوا من مشكلة الإحباط وزلام، كلياتنا بنعاني من مشكلة الإحباط، حرب بيننا بين الإحباط. أنت لازم تكون قد حالك وتبعد هذا المرض وتكمل حياتك وتفكر بإيجابية.